السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد مع محمد مصطفى. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة جديدة وهي عبارة عن أخبار مؤتمر سي إس 23 السنة دي، ومعانا أخبار حماسية جدا. اتأكد إنك عامل سبسكرايب في القناة واعمل لايك للفيديو. النهاردة معانا أخبار من شركة بي إم دبليو وشركة إل جي وشركة هاي سنس. وشركة بي إم دبليو عملت عربية ديت بتتحول على حسب مزاجك، يعني عربية كده عندها مشاعر وإحساس. بس خلينا قبل ما نبدأ، خلينا أفكرك إن أنا عامل مسابقة في القناة ديت، والمسابقة ديت عبارة عن هتكسب فيها ساعة شاومي اس 1 اكتيف، وممكن تكسب فيها سماعة جوي روم برو. فاتفرج الفيديو على الآخر عشان هقول لك شروط المسابقة إيه في آخر الفيديو إن شاء الله. وخلينا نبدأ أول خبر مع شركة بي إم دبليو. شركة بي إم دبليو بتقول إن هي عملت عربية بتتفاعل معاك وبتغير لونها على حسب مزاجها. العربية دي اسمها بي إم دبليو أي فيجن دي، ده اسم الشركة اللي بتقول العربية خلال حدث سي اس 23. والعربية دي بيقول لك بتتفاعل مع السواق على حسب انت مشاعرك. انت مثلا غضبان، ممكن العربية تلاقي تحولت لونها اسود، بس طبعا اكيد مش حقيقي يعني. وبيقول لك كمان ممكن العربية بتغير لونها، ممكن يعني انت ممكن تغير لون العربية زي ما انت شايف كده، ممكن تغير اجزاء من العربية. العربية مليانة بالال اي ديز، تمام، وبتقدر تغير الوش الامامي وتعمل زي اشكال ايموجي على العربية، وتقدر تغير الزجاج الامامي. بس العربية دي مجرد كونسبت حاليا، وبيقولوا ان هم هيطلبوا العربية قريب. بس صراحة انا متحمس جدا اجرب العربية دي، قولوا رأيكم في التعليقات يعني. وحابين نتكلم عن ايه تاني في العربية دي، لو فيها معلومات جديدة احاول اجيبها لكم على العربية دي. طيب خلينا ننقل الخبر كده عن شركة هاي سنس مع اكبر تلفزيون في العالم. شركة هاي سنس عملت تلفزيون 110 انش يا جماعة، 110 انش. شركة هاي سنس في مؤتمر سي اس 23 اعلنت عن تلفزيون يو ال دي اكس في المؤتمر بتاع شركة هاي سنس المخصص لدورة 2023 في معرض الالكترونيات في مؤتمر سي اس 23. ودوت يعتبر اكبر تلفزيون في العالم. التلفزيون دوت قوة الاضاءة بتاعته بتوصل ل 2500 شمعة، يعني اضاءة مهولة. بتستعمل حاجة اسمها دايناميك اكس ديسبلاي، وبتستعمل ميني ال اي دي. طيب تعمل التقنيه دي بتحسن تجربه المشاهد. طبعا انت تخيل تلفزيون 110 انش شغال معاك باضاءه 2500 شمعه، دي حاجه رهيبه جدا، تحس انك عايش جوه التلفزيون. وشركه هاي سنس خدت جائزه، حصلت على جائزه سي اس للابتكار لهذا العام. يعني شركه هاي سنس خدت الجائزه للابتكار هذا العام. والتلفزيون ده بيستخدم حاجه اسمها هاي فيو انجن اكس، واللي بيتحكم في اكتر من 20,000 مصباح ليد صغير جدا، ويقدر يعمل تباين واضاءه لاكتر من 5,000 منطقه تنعيم، يعني بينعم الاضاءه بحيث تقدر ما تلاحظش ال اي دي ما بين بعضها البعض. يعني صراحه التلفزيون ده خطير جدا. تخيل انت تجيب تلفزيون 110 انش، ده تقريبا يعني هياكل، انت محتاج يعني فيو عالي جدا. طيب سيبك من اللي فات ده كله، خلينا ناخد بقى خبر من شركة ال جي. دلوقتي عندك مشكلة، ايه المشكلة اللي بتواجهك دايما لما يكون عندك تلفزيون ويكون مثلا عندك ريسيفر كابلات السماعات؟ في عندك مشكلة الكيبل مانجمنت. شركة ال جي عملت لك تلفزيون بدون كابلات خالص، ومعاك بجودة لحد 4K و120 هرتز. خلينا نشوف التلفزيون. شركة ال جي اعلنت في مؤتمر سي اس 23 الجديد في معرض الاوليد، عرضت مجموعة من اجهزة التلفزيون، ومن ضمنهم جهاز 97 بوصة OLED 4 وبدقة 4K. والجهاز زي ما انتم شايفين كده ملوش أي كابلات خالص. والتلفزيون ده طبعا لسه ما أطلقش، بس يعني الشركة إن شاء الله هتطلق قريب جدا. وبيعمل ب 120 هرتز وبدون كابلات. وال جي بتسمي التلفزيون ده ال جي سيجنتشر سيريس ام 3 OLED، ده الاسم الرسمي للتلفزيون. وبيقدر يرسل بيانات الفيديو من جنب واحد من الغرفة بحاجة اسمها زيرو كونكت بوكس. البوكس دوت هما اللي جي مسميها زيرو كونكت بوكس. تخيل يكون عندك تلفزيون بدون كابلات خالص، دي حاجة رهيبة جدا. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات ايه أكتر حاجة عجبتكم في الفيديو دوت. وبخصوص المسابقة، خليني أقول لك إنك ممكن تكسب ساعة شاومي اس 1 اكتف 1، أو تكسب سماعة جوي رومز برو. تقدر تكسبهم من خلال انك تشترك في المسابقة من خلال الفيديو اللي هسيبهولك دلوقتي يظهر على الشاشة. كان معكم محمد مصطفى، اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم.